هجوم ضد أحمد حلمي والسبب منى زكي. تعرفوا معنا على التفاصيل. هجوم تعرض له الفنان أحمد حلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض فيلم أصحاب والأعز بسبب دور منى زكي به، ووجه الجمهور انتقاداً حاداً على أحمد حلمي وعبر حسابات الفنان أحمد حلمي على السوشيال ميديا فيسبوك وإنستغرام تفاعل غير عادي، ورفض العديد من المشاهدين الدور الذي قدمته الفنانة منى زكي الذي وصفه الكثير بالجريء. وكان قد طرح فيلم أصحاب والأعز يوم 20 يناير، وتعرض لموجة كبيرة من الهجوم بسبب جرأة بعض المشاهد والألفاظ، ونالت الفنانة منى زكي نصيباً كبيراً من الانتقاد بسبب مشهد اعتبره الكثيرون جريئاً وألفاظ لم نعتد سماعها منها على الشاشة. كما وجهت بيانات لمجلس النواب المصري ضد فيلم أصحاب ولا أعز، فيما دافع عدد من النجوم عن الفيلم وأشادوا بأداء منى زكي. وتدور أحداث فيلم أصحاب ولا أعز حول مجموعة من 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون أن يلعبوا لعبة، حيث يضع الجميع هواتفهم المحمولة على طاولة العشاء بشرط أن تكون كافة الرسائل أو المكالمات الجديدة على مرأى ومسمع من الجميع. وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة وشيقة إلى وابل من الفضائح والأسرار التي لم يكن يعرف عنها أحد بمن فيهم أقرب الأصدقاء. والفيلم من بطولة منى زكي إياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز فؤاد يمين، ومن إخراج وسام سميرة.